نور نور، مغامرات نور. مرحبا يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. التوازن. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. انظروا، لقد وضع أحد ما هذه الأشياء في كوة فوق بعضها. وهذه الأشياء. يا خبر، يبدو أن أحدا يريد أن يوازن بين الأشياء كي لا تسقط على الأرض. هذا أمر عجيب. من يريد أن يوازن بين أشيائنا؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم. نعم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة النور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. أفسحوا المكان في المنطقة. هكذا. نعم، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء. هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسنا أيها الحكيم، كنا نأمل أن تخبرنا أنت. لا تخبروني، لا تخبروني. أحدهم يوازن بين الأشياء كلها هنا. كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعا. أتعرف من الذي يوازن بين الأشياء؟ ترى من هو؟ فلنرى. أها، كما توقعت، إنه وحش التوازن. وحش التوازن؟ من هو؟ يوازن وحش التوازن بين الأشياء بشكل عجيب. هكذا يحب أن يقضي وقته الثمين. يوازن بين الأشياء كي يتسلى، كي يرى ماذا سيكون شكلها. أتعني أن وحش التوازن يحاول أن يوازن بين كل الأشياء التي في العالم؟ أخشى هذا يا نور. ستتمايل الأشياء وتتأرجح. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش التوازن ونمنعه من أن يوازن بين جميع الأشياء التي في العالم. للعثور على وحش التوازن، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. إنه
وحش التوازن. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التوازن. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. الآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ هذا جاموس بملابس الرياضة. أتشوق لرؤية هذا. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا، مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي. لندخل من باب الجاموس. هيا بنا. جاموس متوازن. واو! تصحيح، جاموس غير متوازن. لا وقت لمشاهدة عرض الحركات. يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثاني في أي مكان؟ انظري، ها هو هناك، على الجانب الآخر. هيا يا أصدقائي، هذا الأمر سهل جدا. واو، جاموس قافز. كيف سنصل إلى الباب وهذه الحيوانات غير المتوازنة أمامنا؟ هذا تدريب الجاموس على عارضة التوازن. يحاول الجاموس التوازن فوق العارضة، لكن الأمر أصعب مما يبدو. يقع الجاموس باستمرار، لذا لا تقف في طريقهم. خذوا خطوات صغيرة فوق العارضة كي تصلوا إلى الباب. نأخذ خطوات صغيرة على العارضة كي نبتعد عن طريق الجاموس؟ كيف هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة على عارضة التوازن، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نأخذ خطوات صغيرة فوق عارضة التوازن؟ الكنغر القافز، الفيل ثقيل الخطوات، البطريق المتهادي. البطريق المتهادي؟ أحسنتم. هيا يا أصدقائي، لكي نصل إلى الباب الثاني علينا أن نتهادى. هكذا، 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 مثل البطريق. راقبوني يا أصدقاء.
ديدي بطريق رائع، لنتهادى مثل البطريق. ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع. عندما أقول ثلاثة تهادوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، تهادوا. الأذرع إلى الجانبين والأرجل معا. نخطو خطوات صغيرة مثل البطاريق. خطوات صغيرة يا أصدقاء فوق عارضة التوازن. يجب أن نكون هادئين كي نتمكن من التوازن. إذا رأيت الجاموس يتأرجح اذهب في الاتجاه الآخر. هيا يا بطريق. أحتاج إلى الطاقة. تهادوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة عندما تتحركون. خطوات صغيرة يا بطريق، لا تثنوا أرجلكم. هيا يا بطريق، تهادوا معي. هيا بنا. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. أحسنت التهادي يا ديدي. واصلوا التهادي يا بطريق. استمروا يا أصدقاء. أوشكنا على الوصول إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا عارضة توازن حيوانات الجاموس. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي. هذا رقص رائع يا أصدقاء. الباب الثاني. انظري، قطة على دراجة أحادية. لابد أنه عرض توازن القطط. أتشوق لرؤية هذا. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة على أطراف الأصابع. تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. ندخل من باب عرض توازن القطط. من هنا. واو، يا له من مكان رائع. لكن لا أرى قطط. هيا يا ديدي، لا وقت لمشاهدة العرض. يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث يا أصدقاء؟ انظري، ها هو هناك. إنه ليس بعيداً. هيا يا أصدقاء، يبدو هذا الأمر سهلاً. واو، أفسح الطريق يا قطط. لماذا لا تسمح لنا القطط بالمرور؟ هذا عرض توازن القطط. تحب القطط تقديم العرض، لكن عرضها سيمنعكم من مواصلة الطريق. لن توقف القطط العرض، وإلا ستسقط الأطباق. عليكم التحرك بسرعة حول القطط كي تصلوا إلى الباب. نتحرك بسرعة حول عرض توازن القطط؟ كيف نفعل هذا؟
للتحرك بسرعة حول عرض توازن القطط، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة حول عرض توازن القطط؟ القرد المتسلق، الحصان السريع، الصرصور الزاحف. الحصان السريع؟ أحسنتم! هيا يا أصدقائي، لكي نجتاز عرض توازن القطط علينا أن نعدو هكذا هكذا مثل الحصان. انظروا إلي أعدو. ديدي يشبه الحصان، لنعدو بسرعة مثل الحصان. هل ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع. عندما أقول ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري. هيا يا أصدقائي، واصلوا الجري. ارفعوا ركبكم واقفزوا، واصلوا الجري مثل الحصان. هذا ممتع. واصلوا الجري يا أصدقاء. هيا نعدو ونجتاز القطط. هيا نعدو مثل الحصان السريع. واو. واصلوا العدو. أحتاج إلى الطاقة. اقعدوا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. واصلوا العدوى يا أصدقاء كي نصل إلى الباب. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر الآن بطاقتكم. طاقة نور القصوى! لنواصل الجري يا أصدقاء. أوشكنا على الوصول. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا عرض توازن القطط الصغيرة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. هذا وقت رقصة نور، لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقاء، ارقصوا معي. يبدو أن القطة تريد أن تعطيك طبق التوازن. أستطيع أن أوازنه. أوه. طبق آخر وآخر. هذا هو الطبق الذي ينسخ أطباق توازن أخرى. كلما حاولت أن توازن بين جميع الأطباق يظهر لك المزيد منها. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، وحش التوازن. ليس مصاداً. هيا يا أصدقاء، لنمنع معاً وحش التوازن من أن يوازن بين كل الأشياء. واو، انظروا إلى الأشياء المتوازنة. تعرفون من يعيش هنا؟ وحش التوازن، إنه يحب أن يوازن بين الأشياء، ولكن عندما يوازن بينها يحتاج إلى أخرى. ولكن إذا عثر على شيء يستمر في موازنته إلى الأبد. هذا. آسفة يا ديدي، لا يمكنني اللعب بأطباق التوازن التي تستمر. أحاول أن أفكر في شيء يمكنه. انتظروا، أطباق التوازن التي تستمر في الظهور. يمكن لوحش التوازن أن يوازن بينها طول الوقت. ستظهر له المزيد من الأطباق. أيها التنين، أنت عبقري. جربها. انظروا يا أصدقائي. يا وحش التوازن، انظر إلى هذا. Why?
عاش وحش التوازن في سعادة وهناء. هكذا أعدت كل الأشياء إلى مكانها. واو! يبدو أن هناك وحش توازن آخر في المنطقة. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا وحش التوازن من موازنة كل الأشياء التي في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور. هيرقصوا. لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي. تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا أبداً. هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحنا الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا معا. اللصق. ها؟ هذا أمر عجيب. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. انظروا، هناك شيء لزج على الأرض. لزج؟ أين؟ واو! هناك. وهناك. وحتى هناك يا ديدي. من أين جاءت هذه المادة اللزجة؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم. نعم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا. نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف.
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون، أشعر بطاقتكم. والآن الآخر، لف لف لف، سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم! نعم، نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسنا أيها الحكيم، كنا نأمل أن تخبرنا. لا تخبروني، لا تخبروني، هناك أشياء لاصقة في القلعة. كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعا. هل تعرف من أين جاءت المادة اللاصقة؟ لنرى ما السبب، فلنرى. أها، كما توقعت، إنه وحش اللصق. تقول وحش اللصق؟ من هذا؟ لوحش اللصق ذيل لزج، يترك وراءه مادة لزجة، ينشر المادة اللزجة في كل مكان، وبما أنه يحب الحركة كثيراً تلتصق الأشياء في كل مكان. هل تعني يا حكيم أن وحش اللصق سيترك المادة اللزجة في كل مكان في العالم؟ أخشى هذا يا نور. لن نلعب بعصا القفز ولا بالكرة القافزة، ولن نتمكن من الحركة. هناك حل لهذه المشكلة، سنبحث عن وحش اللصق ونمنعه من لصق كل شيء يراه موجود في العالم. للعثور على وحش اللصق عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش اللصق، ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش اللصق. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب، والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري. غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، هل هذا دب؟ إنه دب باندا صغير على شجرة خيزران. تحب الباندا أن تأكل الخيزران، أتشوق لرؤيته. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. هيا قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا، مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي.
ندخل من باب دب الباندا؟ هيا بنا. إنها غابة. غابة خيزران جميلة. لكن لا أرى دببة الباندا. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. على الجانب الآخر من الغابة. هيا يا أصدقاء، هذا الأمر سهل جداً. أوه، دب كبير. هلا أفسحت الطريق؟ لماذا لا يدعون الباندا نمر؟ هذه غابة خيزران دببة الباندا. تحتاج الباندا الأم إلى مساعدتكم يا أصدقاء. لقد علق صغار الباندا عالياً فوق شجرة الخيزران. يحب وحش اللصق نبات الخيزران وترك المادة اللزجة فوق هذه الأشجار. ساعدوا في إنزال صغار الباندا. هزوا الشجرة وستنزل الدببة. نهز أشجار الخيزران كي تنزل دببة الباندا؟ كيف نفعل هذا؟ لهز أشجار الخيزران وإنزال الدببة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نهز شجر الخيزران وننزل الدببة الصغيرة؟ القط المتسلل؟ قنديل البحر المهتز؟ القارد الحفار؟ قنديل البحر المهتز؟ أحسنتم! هيا يا أصدقائي، علينا أن نهتز مثل قنديل البحر المهتز حتى نهز أشجار الخيزران وننزل الدببة. انظروا إلي! منظر ديدي وهو يهتز يضحكني. هيا يا أصدقائي، لنهتز جميعاً مثل قنديل البحر. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، اهتزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، اهتزاز! علينا أن نهتز مثل قنديل البحر حتى نهز الشجرة وننزل الدببة. اهتزوا يا أصدقاء، اهتزوا! أنزلنا أول دب. هذا عمل رائع. هيا يا أصدقائي، هيا هيا، لنهتز بقوة مثل قنديل البحر. أحسنت يا ديدي. اهتزوا معي، اهتزوا مثل قنديل البحر. نهز الرأس حتى الأقدام، لنهز الأذرع والأرجل والأنف. أحتاج إلى الطاقة. اهتزوا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. واصلوا الاهتزاز. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر الآن بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا الاهتزاز يا أصدقاء. بقي دب واحد عالق على الشجرة. هيا يا أصدقاء، اهتزوا معي. نعم، نجحنا يا أصدقاء. أنزلنا كل الدببة من أشجار الخيزران. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا. رقص رائع يا أصدقاء. الباب الثاني. انظري، صنور بري فوق زلاجة. يجب أن أرى هذا. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا بشكل مستقيم كأنكم شجرة. على
على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي يا أصدقائي، تمددوا معي ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الصنوبر البري. تل مكسو بالجليد. انظري، سنانير فوق زلاجات، لا يمكننا مشاهدتها الآن، يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من التل. هيا يا أصدقاء، يبدو هذا الأمر سهلاً. واو، أفسحوا لنا الطريق؟ لماذا لا تسمح لنا السنانير بالمرور؟ هذا تل السنانير للتزحلق. تحب السنانير التزحلق، لكن لا يمكنها التحرك اليوم لأن وحش اللصق ترك مادته اللزجة فوق تل التزحلق. تحتاج السنانير إلى مساعدتكم في اجتياز المادة اللزجة. إذا رفعتم الزلاجات وخطوتم خطوات كبيرة ستنجحون. نرفع الزلاجات ونخطو خطوات كبيرة بعيدة عن المادة اللزجة؟ كيف هذا؟ لأخذ خطوات كبيرة بعيدا عن المادة اللزجة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نخطو خطوات كبيرة بعيدة عن المادة اللزجة؟ الدودة الملتوية؟ الزرافة ذات الخطوة الكبيرة؟ الصرصور الزاحف؟ الزرافة ذات الخطوة الكبيرة؟ أحسنتم! هيا يا أصدقاء، علينا أن نأخذ خطوات كبيرة مثل الزرافة حتى نخطو بعيداً 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 عن المادة اللزجة. راقبوني! يخطو ديدي مثل الزرافة الكبيرة. لنخطو خطوات كبيرة مثل الزرافة. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، أخطو معي. واحد، اثنان، ثلاثة، خطوة. نرفع الزلاجة ثم نخطو خطوات كبيرة. هكذا سنبتعد عن المادة اللزجة المزعجة. لنخطو خطوات كبيرة. راقبوني أنا وديدي. خطواتنا كبيرة مثل الزرافة. هذا أمر ممتع. نريد خطوات كبيرة. أحتاج إلى الطاقة. أخطو معي مثل الزرافة يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر الآن بطاقتكم. طاقة نور القصوى. خطوات واسعة يا أصدقاء، بقيت زلاجة واحدة، وبعدها نصل سوياً إلى الباب الثالث. نعم، نجحنا يا أصدقاء، نجحنا في نقل الزلاجات والسنانير بعيداً عن المادة اللزجة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، هيا ارقصوا. إن هذا رقص رائع يا أصدقائي. يبدو أنها زلاجة لك يا ديدي.
واو، انظري إليها. هذه الزلاجة التي تسافر في كل مكان. أمر عجيب، يمكنها أن تذهب حتى فوق الشجرة. احتفظ بها يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليها اليوم. الباب الثالث. وحش اللصق، ليس موسادا. هيا يا أصدقاء لنمنع وحش اللصق من لصق كل الأشياء التي في العالم. هيا بنا. واو، إن كل شيء يبدو لزجا هنا. هل تعرفون من يعيش هنا؟ وحش اللصق، يبدو أنه ذاهب إلى مكان ما. عرفنا أنه يحب التنقل. ليت هناك طريقة ممتعة ينتقل بها دون أن يترك المادة اللزجة في كل مكان. هذا انتظر يا ديدي، لا يمكنني اللعب بالزلاجة التي تنتقل في كل مكان. أحاول أن أفكر في شيء. انتظروا، الزلاجة التي تسافر. يمكن لوحش اللصق أن ينتقل بها في كل مكان دون أن يترك المادة اللزجة. أيها التنين، أنت عبقري، جربها. انظروا يا أصدقائي. يا وحش اللصق، انظر إلى هذا. هل سيرغب في تجربتها؟ أعتقد أنها أعجبته يا أصدقاء. وعاش وحش اللصق في سعادة وهناء دون أن يلصق شيئاً. هكذا تخلصنا من المادة اللزجة. يبدو أن هناك وحش لصق في المنطقة. هكذا يا ديدي، خلصتك من اللصق. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا وحش اللصق من لصق كل الأشياء الموجودة في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور، هيرقصوا. لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا تحركوا ولا تتوقفوا أبدا. ديدي وأنا نور. الحكيم، هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. تمنحونا للطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها.
مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. الهزات. أخرى. هزات. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. تهتز قلعتنا بقوة اليوم. أوه. واو. إنني لا أحب هذه الهزات. يجب أن نعرف من المتسبب في الهزات. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. هكذا. نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحباً ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسناً يا حكيم، كنا نأمل أن تخبرنا أن... لا تخبروني، لا تخبروني. تريدون أن تعرفوا لماذا تهتز القلعة هكذا؟ هذا صحيح، ولكن ما العمل؟ ترى ما السبب؟ فلنرى. أها، كما توقعت، إنه صانع الهزات. صانع الهزات؟ من هذا؟ يهز صانع الهزات الأشياء. مشيته قوية مثل الزلزال الكبير. رغم أنه صغير الحجم، إلا أن قدميه كبيرتان، ولهذا يهز كل شيء حوله وهو يسير. هل تعني أن صانع الهزات سيهز ما حوله كلما مشى في أي مكان؟ أخشى هذا يا نور. هذا مزعج. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن صانع الهزات ونمنعه من هز كل شيء في العالم. للعثور على صانع الهزات، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. صانع الهزات. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على صانع الهزات. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري. غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا.
انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ أعتقد أنه قارد، لكن يبدو أنه يطير. أريد أن أرى هذا. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. هيا قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عاليا، مدوا أيديكم، اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي. لندخل من باب القارد. هيا بنا. هذا حقل، حقل مليء بالحفر. لا أرى القارد الطائر. لا، هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر. هيا يا أصدقائي، هذا الأمر سهل جدا. قارد! المزيد من الهزات. واو، قوارض طائرة. كيف سنصل إلى الباب وهذه القوارض الطائرة في الطريق؟ هذا حقل القوارض الطائرة. صانع الهزات يتحرك الآن في مكان ما. عندما يمشي يطير القوارض عالياً في الهواء. لن تتمكنوا من اجتيازها وهي تطير. يجب أن تمروا أسفل القوارض وتبقوا منبطحين على الأرض. ننبطح على الأرض كي نعبر أسفل القوارض؟ يا لها من طريقة عجيبة. للانبطاح على الأرض والعبور أسفل القوارض، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي ننبطح على الأرض ونعبر أسفل القوارض الطائرة؟ القنبر القافز، الصرصور الزاحف، عجل البحر المصفق. الصرصور الزاحف. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، لكي نبقى على الأرض ونعبر أسفل القوارض علينا أن نزحف، نزحف مثل الصرصور. انظروا إلي. ديدي يزحف كالصرصور. لنزحف جميعا مثل الصرصور. ما هي في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة ازحفوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، زحف. ازحفوا على أيديكم وأرجلكم. انبطحوا على الأرض معي يا أصدقاء. ازحفوا يا أصدقاء. احترسوا من القوارض الطائرة. ازحفوا بسرعة كي نبتعد عنها. واصلوا الزحف يا أصدقاء. أحتاج إلى الطاقة. ازحفوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. ازحفوا يا أصدقاء. نعم، أنتم تساعدونني. نعم، اسحفوا معي يا أصدقاء. طاقة نور القصوى.
يا أصدقاء. نجحنا يا أصدقائي، اجتزنا القوارض الطائرة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. واصلوا الرقص. هذا رقص رائع يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، إنه ضبع. يبدو كأنه يقفز فوق حاجز. ضبع واثب. يجب أن أرى هذا. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي يا أصدقائي، تمددوا معي ومدوا أيديكم. اخفزوا. ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الضبع الواثب. من هنا. يبدو أنه سباق نط حواجز. للضباع؟ لا وقت لمشاهدة السباق يا ديدي، يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من المضمار. هيا يا أصدقاء، يبدو أن هذا الأمر سهلا. واو، هزات. لابد أن صانع الهزات يتمشى بالقرب من هنا. بسرعة يا أصدقاء، لنذهب قبل أن تبدأ الهزات. هل تحركت أيتها النعامة؟ لماذا لا تريد أن تسمح لنا النعامة بالمرور؟ هذا سباق الضباع لنط الحواجز. الضباع مستعدة للوثب، كل ضبع في مكانه، لكن صانع الهزات يسقط الحواجز ولا يمكن للضباع أن تتسابق. عندما يبدأ السباق يجب أن تلتقط الحواجز التي تقع، لكن يجب أن تسرعوا كي تتمكن الضباع من القفز فوقها. نتحرك بسرعة ونلتقط الحواجز؟ كيف نفعل هذا؟ للتحرك بسرعة والتقاط الحواجز، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة ونلتقط الحواجز حتى تتسابق الضباع؟ الحصان السريع، القارد الحفار، السمكة العائمة. الحصان السريع. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، لكي نلتقط الحواجز التي تسقط على المضمار علينا أن نعدو بسرعة بسرعة مثل الحصان. انظروا إلي. أحسنت يا ديدي، لنعدو بسرعة مثل الحصان. هل ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة، هيا عدوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. عدوا. ارفعوا ركبكم واقفزوا. واصلوا العدوى مثل الحصان. هذا ممتع. واصلوا العدوى يا أصدقاء. أوبس. انظروا إلى أين تذهبون. أيها الأصدقاء، يجب أن نتقدم سباق الضباع. اعدوا بأقصى سرعة كي تصلوا إلى الحواجز. واصلوا العدو.
أحتاج إلى الطاقة. اقعدوا معي أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. واصلوا العدوى بسرعة، أنتم لها. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر الآن بطاقتكم، طاقة نور القصوى. واصلوا العدوى يا أصدقاء، سنصل عندما ينتهي السباق. نعم، نجحنا يا أصدقائي. التقطنا جميع الحواجز من أجل الضباء. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. هذا وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا معي. هذا رقص رائع يا أصدقائي. أعتقد أن الضبع يريد أن يعطيك حذاء العدو يا ديدي. شكراً. واو، إنه خفيف ومريح. لابد أن هذا حذاء العدو الناعم الأخف من الهواء، لأنه خفيف ومريح يجعل وزنك أخف من الهواء. احتفظ به يا ديدي، من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. صانع الهزات. ليس مصاداً. هيا يا أصدقاء، لنمنع صانع الهزات من هز كل شيء حولنا. هيا بنا. واو، كأن زلزالاً قد ضرب المكان. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقائي؟ واو، أنا أعرف. صانع الهزات. له قدمان كبيرتان وثقيلتان حقاً. إذا عثر على شيء يجعل خطواته أقل عنفاً وأخف. هذا انتظر يا ديدي، لا يمكنني أن أجرب حذاء العدو الأخف من الهواء الآن. أحاول أن أفكر في شيء يمكننا. انتظروا، حذاء العدو المريح الأخف من الهواء سيجعل أثقل الأقدام وزناً أخف بكثير. ستكون خطوات صانع الهزات ناعمة وخفيفة. أيها التنين، أنت عبقري، جربه. انظروا يا أصدقائي. هيا يا صانع الهزات، انظر ماذا عندي. انظروا إليه يا أصدقاء، لقد أعجبه. لم تعد خطواته ثقيلة وقوية، أصبحت ناعمة وخفيفة. ولا مزيد من الهزات. ولم يعد صانع الهزات يهز أي شيء في العالم. هكذا عاد كل شيء إلى مكانه قبل الهزات العنيفة. واو، ما الذي يهز القلعة الآن؟ إنه ديدي. من الأفضل أن تلعب الحجلة في الخارج. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء، منعنا صانع الهزات بفضلكم من هز أي شيء في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا
أصدقائي. تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا أبداً.